روان انت في سنة كام؟ سنة رابعة ابتدائي. روان انت اللعبة اللي انت بتحبها لعبة ايه؟ لعبة التنس الارضي. خدت كام بطولة فيها؟ خدت 13 بطولة جمهورية. اكتر بطولة كنت حباها وكنت بتلعبي فيها وكنت حاسة انها كانت صعبة كانت بطولة ايه؟ اخر البطولة كانت في اسيوط في النادي بتاعي. طب انت من امتى بتلعبي التنس الارضي؟ من وانا عندي 4 سنين. 4 سنين. قلت لي خدت 13 بطولة، حد بيشجعك؟ مين بيشجعك؟ ماما وبابا. كويس. هل ده بيأثر عليكي في المذاكرة؟ انا سمعت انك برضه انت شاطرة في المدرسة. لا ما بيأثرش عليا. انت شاطرة في المدرسة؟ سنة كام؟ سنة رابعة ابتدائي.